استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بمعية الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. هذا وشكر بان كي مون سموه رعاه الله على دعمه الفعال والمستمر لمنظمة الأمم المتحدة ولكافة الجهود في المجال الإنساني والخيري عبر استضافة البلاد للمؤتمرات الدولية الداعمة للقضايا الإنسانية، معربا عن اعتزازه بمكانة سموه كقائد للعمل الإنساني. Thanks God that you were successful in your endeavors. And I do appreciate, really grateful, I will not forget at all the role which you have playing, particularly to me, concerning, I mean, to consider me as a humanitarian leader. Therefore, this is a sort of a something which really I deem it very high in my record. Thank you very much for that. We will not forget at all what you have done. And please consider us that you are one of us. Please.